أولا كان الإسرائيلي ومعه تحالفه العربي والأمريكي ومعهم إعلامهم يحاولون فصل الساحات حتى تتفيه أو تمويت ما تقوم به الجبهات الأخرى بحجة أنه مسرحية وتمثيلية وغير ذلك من هذه الروايات. هذا المشهد حاولت إسرائيل أن تصمد وتلعب على وتره طويلا إلا أنها فشلت. أين فشلت في هذا المشهد تحديدا؟ حينما كان الرد الإيراني، وهو الرد الذي أجمعت عليه كل قوى المقاومة أنه نفاذ وانتهاء الصبر الاستراتيجي وبداية الردع المباشر، وبالتالي هذا انساق وانسحب على كل المشهد الميداني الذي كانت إسرائيل تعتبر لبنان أنها ثانوية وأن الهدف غزة. النقطة الثانية أن صمود المقاومة في غزة، وهذا أمر مهم جدا في التعاملات، لم تستطع إسرائيل أن تسيطر على غزة المحاصرة أو تعيد ضابطا جنديا. كيف لها أن تقوم بعبث أو عمل عبثي مع لبنان، وهناك المقاومة لديها ترتيباتها الأكثر تقنية، الأكثر تدريبا وتكتيكا. النقطة الثالثة، إسرائيل لم ترد أن تكون هناك وحدة الجبهات، وهذا كان قرارا في قمتي شرم الشيخ والعقبة أصلا قبل 7 أكتوبر، كان القرار فصل الساحات حتى يتسنى لهم الاستفراد ومن ثم التحكم في المشهد. هذا كله انقلب، وكانت رسائل الردع حينما أحرقت غزة كانت الرسائل لحزب الله سنحرق بيروت، يعني انظروا إلى غزة حرقت. هذا لم يرتدع منه حزب الله وباشر في عملية الإشغال والمقاومة، وكان ذكاء جدا من المقاومة اللبنانية أنها لم تنجر إلى حرب نحو المدنيين الإسرائيليين حتى يكون مبرر الإسرائيلي والأمريكي. بالعكس، كان هناك مشاغلة وضرب للمواقع العسكرية.